السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا كلمتين اتنين فرق بينهم حرف واحد بس، النطق مختلف تماما. معايا كلمة scarred scarred ومعناها وشه فيه علامة أثر جرح أو إصابة. الكلمة التانية هي scared scared معناها خايف. الكلمتين دول جوهم في خبر على وكالة رويتر بيقول ان الناس بعد الكورونا هم وصفهم بالحاجتين، هم scarred في نفس الوقت scared، وان هم ك old consumers كمستهلكين قدام ما عادوش زي زمان بيشتروا وفرحانين. واحد تعليقات كانت جميلة أوي بتقول يمكن عشان الناس طلع من أزمة الكورونا بروك. بروك هنا مش معناها مكسور ولكن معناها مفلس. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب على قناتي ليرن انجلش وإبراهيم الخشاب عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.